هذا البير لو تشوفونه بالتايتل موجود الاعماق منين لوين، مثلا من 1548 الى 2448. زين اني ضمن هذا انا عندي طبقه المشرف، مثلا طبقه المشرف تبني من عمق 2000 الى 2200، فاني لازم شنو احددها هاي الطبقه، وهاي الطبقه نفسها قسمها الى وحدات حسب التقرير الجيولوجي قال لي كل وحده شنو اسمها، من يا عمق تبني يا عمق تبني. هسه شلون اسوي اقسمها هاي، شلون اسويها طبقات؟ هسه اسوي نيو زون. هسه حاليا هذا الانترفل حقول له اد افتر، حيضيف لي زون جديد. هسه اول زون حسميه اي، هذا اللي حسميه اي هو الشوك فورميشنات فوق المشرف كله من بدايه اللوبس الى حد التوب مال المشرف، هذا اسميه كله اي. هذا ما عليه شغلي مو بي. اجي اقسم شنو المشرف، وبعدين ورا المشرف هم عندي فورميشن، كل هذا هسه اسوي يونت واحد واسميه بي. واضح؟ هسه هذا الاي اللي يبدي مثلا من 2548 اقول الى 2000، قلنا التوب مال المشرف هو يبدي ب 2000، فنجي هسه احنا على اول وحده بالمشرف حسميها مثلا اي ام 1، هو حد تلقون التسميات ام بي 1 ام 1 تلقون الاسماء للوحدات المكنيه، مثلا هسه خلينا نسميها ام 1 ام 2 ام 3 ام 4. بس الام 1 يبدي من ال 2000 اول وحده بالمشرف، مثلا تنتهي بال 2050، هاي اول وحده اول يونت. بعدين شو اقول له نيو زون، احددها اقول له اد، حتى يقول لي وين الافتر من فوق وراها نزلت هاي وحده ثانيه حسميها ام 2. طبعا هاي الاعماق عندي اشتغلها وين؟ على ضوء التقرير مال هذا البير. اوكي، هسه مين ابدي؟ من 2050 مثلا نقول الى 2090، هاي الوحده الثانيه نقول له نيو، نحددها ونقول له اد افتر، حسميها مثل ام 3، اقول له مثلا من 2090 الى مثلا 2150. على اساس التقرير الجيولوجي قال لك المشرف البي مثل اربع وحدات، الوحده الاولى من عمق كذا لعمق كذا موجوده هاي، طلعوها من الفاينل جيولوجي ريبورت. صراحه نضيف وحده ثانيه ام 4 من 2150 الى 2200. مثل ما قلنا مثلا انا هسه كاكزامبل قلت من 2000 الى 2200 هو المشرف باربع وحدات، بعدين اخر شيء شنو؟ اقول له اد نيو، اقول له هاي مثلا اسميها بي اللي هي تبدي من 2200 الى وين؟ الى الباتوم مال البير اللي هو جد عندي هنا 2448. حقول له هنا انا ران ميك بلوت، كبر الرسم لو تشوفون هنا انا عندي ست وحدات، عندنا الاي الوحده الواحد والسته هذني قبل المشرف وبعد المشرف. الشغل وين حيكون؟ على الاربع وحدات اللي تبدي من الاثنين الى خمسه. انا اقدر اقول له رايت كليك هنا انا واقول له ديليت زون، اهملها الزون كله من الحساب. بس احنا عندنا الداتا بس مال المشرف، يعني ما اقدر اسوي اي هي رسم فاسم. الاي هو قلت لك ما قبله حتى تعزله كفورميشن بحد كوحده، هسه صارت عندك الاربع يونيتات هذول يمثل لك كل اي يمثل لك المشرف. يعني استاذ هسه تحتاج انت الاولى والسته؟ لا واحد سته منها. يعني عادي بس تدخل المشرف. بس انت عندك اللوكس بس ما يعني احنا متقطعين يونت مال المشرف، وانت هسه هنا بالضبط اليونت مال المشرف ترجع تقسمه. اي بس هذا بس هذا اقدر. اي ماكو مشكله. اي نفس زين. هسه هذا البير الاول قسمته، اروح على البير الثاني هنا خلال القهوه، اروح على البير الثاني نفس العمليه، اختار البير الثاني، اروح على الانتربريتيشن هم من بيسك، اروح على البارامترز. بس هذا الثاني ما متقسم، هذا الثاني من اللي وين يبدي؟ من 1600 الى 2500. اجي همين نفس الفكره، اقول له شنو؟ نيو زون، حدده، اقول له اد افتر،
هسه قلنا اول وحده هم نسميها اي ما قبل المشرف، وخلينا نقول هنا المشرف ما بدا بال2000، مو شرط يبدي نفس العمر حسب التقارير. خلينا ناخذ مثال يبدي هنا هذا قلنا من 1900 الاي الى 1900، خلينا نقول المشرف اول وحده بالمشرف هي الام 1 تبدي ب 1900 تنتهي بال 2000، هاي اول وحده. اقول له نيو زون ادابتر نيو زون ادابتر نيو زون ادابتر نيو زون ادابتر، نسميها شنو؟ ام 2 اللي هي تبدي من 2000 الى 2030، وهي من 2030 الى 2100، هاي هنا ام 3 هاي ام 4 من 2100 الى 2100، واخر وحده 2130 الى 2500 حسب الوين، وهاي نسميها بي. حنقول له ران، قول له نكتب له، حنشوف التقسيمات. هاي اربع وحدات مال المشرف، وقلنا الاي الواحد والسته هنا ما لنا علاقه بها. هسه انا كملتهم، هاي مجرد بيرين، انتم عندكم اكثر من بيرين سته او خمسه حسب اللي عندكم. هسه شلون حنسوي الكورليشن بيناتهم؟ شوفون هاي الايقونه تضغط عليها كليك تنفتح هاي النافذه حتنفتح. اول شيء تروحون على الويرز اي بالبدايه هنا، أنا نرجع مره لو روح على الويرز، عندنا الابار المتوفره عندنا. انا حاليا عندي بس بيرين، اسوي لها سلكت ذني البيرين اوكي، واقول له اوكي نزلت هذني البيرين متجاوره. عندي هنا التقسيم على شنو اللي حيعرض لي، اقول له على البيسك التقسيم اني مالتي، واروح على اليمن عندنا هذا عندنا اشارتين صح، هنا عندنا هذا هنا الفت هنا اذا اشيله حي ما يعرض ليها على عرض الشاشه، اذا اقول له هنا فتح يعرض ليها على عرض الشاشه. هسه حاليا ايش كاتب لي هنا؟ تيرمز اونلي. هسه لو انزل بهذا السهم، طبعا هذا هنا بادي من السيرفس، حنزل ظهرت لي هاي التوبات. لو تشوفون البير الاول مين بدا قلنا تذكروه من بادي من يا عمر كان بادي من 1548 والثاني من 1600، فالثاني شوفوه عمر. هاي الوحدات اذا اريد مو بس توب اونلي اشيل الصح، هاي حيعرض لي التفسير كامل وياها. هو لازم تعرضون هيك حتى شنو تفسرون انتم تفسير ثاني. هسه خلي تقدرون تتلاعبون هنا بالسكيل، هنا انا من 5000 تقدر تقول له 2500 حيظهر لك شنو الزوم بالضبط. هنا تقدر تعرض الفورميشنات. هسه هنا عندنا هاي الاربعه هي الام 1، هذا عندنا هذا الام 1 دائما الاسم يصير بالاعلى، هذا الام 1 وهذا الوردي الام 2 وهذا الاخضر الام 3 والجوزي ام 4. هاي مقابلها كل وحده مقابلها المواصفات والخصائص. هذا التقسيم على اي اساس تم؟ هذا التقسيم على اي اساس تم؟ هنا قسمناه على ضوء الجيولوجيكال ريبورت. الجيولوجيين شلون قسموه؟ ما عنده تفسير. هسه انتم مرحلة متقدمة سويتوا شنو؟ تفسير للمجسات. تشوفون هاي الوحدة المكمنية كل وحدة هل هي هو حسب ما قسمها هل هي متجانسة بنفس البروسيتي كل الطبقات؟ هل هي الساتوريشن الفي كلاي الموجود؟ تشوفون هل هو التقسيم مالتهم صحيح؟ لو بيحتاج يرجع للتزعيف؟ ما عندك انت مجسات نتائج تفسير من المجسات الاضافيه، يعني هو من وقتها هو من قسم هنا هذا التقسيم اعتمد على شنو؟ على التقسيم جيولوجي. ما عنده بعد ما كان مفسر لوجز، ما عنده لوجز. هسه انتم اضافه للتقسيم مالته شنو عندكم صارت؟
بلوجز ومسوي لها تفسير انتربريتيشن كامل. فشوف انت كل وحده مكمنيه هل هي متجانسه بالخصائص؟ لو لا، هل اكو وحده مكمنيه تريد تقسمها؟ شيء منه دراستي هي عباره عن صار رينجين. ها شوفوا انتم ملاحظاتكم عليها. سالكم قريبه او نفسها؟ هسه انت عندك كل وحده مكمنيه، شوف التفسير مال مجسات لهاي الوحده المكمنيه بكل الابار، هل هي متشابهه او اختلاف؟ واكو امكانيه انها تريد تقسمها قسميا، هل هي لا انه شيء ما مزاحف؟ بس الوداع اختلاف ما معناته هو هذا اللي تناقشه انت في وجهه نظرك. بس مثلا هاي راح تكون هادي. هاي شبه هاي صحيح؟ بس هاي طبعا فرق وايد. هاي مثلا هاي هاي سلينا هو يعني سارحنا انه نقسم هيك ارقام عشوائي، بس هذه مثلا هي ممكن زون هنا انا مثلا ممكن نقسم. فهذا التقسيم هسه هذا هالشكل مقسومه هذا مو يعني مو مقنع مو صح؟ المفروض هذا ينزل للاسفل احسن نتحرك هذا طبعا هذا تقدر تحرك هذا هسه تشوف هاي وين صايره هاي وين صايره هاي بيا وحده الرابعه وهاي الأولى. بس انتم ما راح تشوفون هيك الفروقات بالمناسبة يعني يعني هم من قسموها يعني ايضا تعبوا عليها واشتغلوا يعني راح تشوفون ما راح تشوفون هاي وحده بالرابعه وبالثانيه يعني رايحه من عده فد وحده بالتاكسي راح تكون الفروقات عندكم هواي ابسط من هاي يعني مو هالشيء تسمع لي؟ نعم. شلون راح نرتب الابار مالتنا؟ لو عاد لا مو رندم مو بدك تحاول تخليها اذا كانت على خط مستقيم باتجاه معين تاخذ عده سكشنز مو شرط تسع ابار تخليها على جي تسوي كورليشن بين ثلاث ابار بعدين تسوي كورليشن بين خمس ابار اللي هي على استقامه حتى ترند حتى نشوف الترند مالتها خاصه الترند اي قلت لك الترند له علاقه بالستراكشر له علاقه بالستراكشر يعني نعرف بشكل عام الفورميشن يقسم وكيف كل ما اخترنا من الكريست صحيح؟ وتعرف شويه لفه كل ما رحنا للفلان فالترند مالتك له علاقه بالستركشر اساسا من داخل الابار قلت لكم بالبدايه ما داخل الابار هيك عشوائيه في اماكن متفرقه بير هنا وبير هنا وبعدين ترجع هنا ما ينتهي الصوره فتحاول تاخذها على استقامه واحده لا هاي انت تشوف انت تحرك تحدد كم سكشن تسوي وين تسوي ويا ابار تدخلها بكل سكشن يعني سهل مو شرط الابار اللي عندك كلها تسوي بكورليشن قد يكون ما لا مو شرط كلها تسوي بكورليشن واحد طبعا ومو كورليشن واحد يجوز واحد يسوي فد ست كورليشن بس ايه مرة واحد واثنين وثلاثة خليها مثلا كورليشن واحد وثلاثة وخمسة خليها كورليشن على هذا الاساس على اساس الستركشر يعني عشان يعني الابار الخارطة خارطة ما عندكم؟ عندكم الخارطة خارطة من اربع حقول يا ريت اصير وقت مفكر حسب اللحظة هي كل حاجة لها خارطة هذا المحاضرة
هو هذا بالحق عادي هنا هي